السلام عليكم. بكره في اجابه. خليفه قال لي بكره متفقين قلت بعد اتاكد منه. لا لا ودهم النبي. يبي اكشت يمكن. حلقه وايل؟ لا والله ولا حد. عليكم السلام. بسم الله. نعم بسم الله. بسم الله أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة القيامة من الآية 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 59 في تدارس آية القرآن العظيم في سور المفصل، وهو المجلس 43 في سورة القيامة. لا مهنة ثاني، هذا المجلس 3 في سورة القيامة، في قول الله جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصيرة. الإنسان جنس الإنسان، هو أدرى بنفسه وبعمله بما ينجيه أو بما يهلكه، وتزداد هذه البصيرة وتعظم يوم القيامة، كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ألقاها قدمها، تعذر بها، والتعذر بأحد أمرين، إما بالعذر السمين الذي ينجيه، وقد أقام الله جل وعلا على عباده الحجج وأقام عليهم البراهين. والنوع الثاني وهو الأكثر المعاذير التي لا تسمن ولا تغني، إنما يحاول أن يتفلت منها أو يجد لها مستساغا ينجيه من العذاب. ومن معاذيره تكذيبه لملائكة الله الكتبة وتكذيبه للحفظة بأنهم ظلموه وأنهم قالوا عليه ما لم يقل، ولهذا يختم على فيه وتنطق جوارحه جارحة جارحة بما عمل، لأنه يقول ربي لا أرضى علي شهيدا إلا من نفسي. هذا من معاذيره التي يرجو أنه ينجو بها ولن ينجو، لأنه أوبق نفسه أولا، فلا تنفعه المعاذير ولا الحيل ولا التمحلات آخرا. فإذا نطقت جوارحه بما عمل، وقد اتهم الملائكة بأنهم ظلموه، يخلى بينه وبين جوارحه، فيقول تبا لكنا فعن كنا كنت أدافع. تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه خسارة إثر خسارة، وندامة إثر فشل. في الدنيا أشباه هؤلاء يتعذرون من العباد. قال الله جل وعلا في المعذرين من الأعراب في غزوة تبوك، وجاء المعذرون من الأعراب
معذرون، يأتون بأنواع المعاذير ويحلفون على صدقهم وهم كذبة منافقون فجرة. وكانوا 84 قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم وأوكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وبئس والله السريرة التي احتالوا منها من الملامة في الدنيا فضعف عليهم ذلك في الآخرة. والتعذر والمعاذير في الأزمان المتأخرة يكاد يكون صفة غالبة في أمور الدنيا وأمور الدين، يقدم العذر قبل الشرها عليه وقبل مساءلته، يقدمون أنواع المعاذير لعلهم يجدون مدخلا. ومما يكثر ذلك أيضا في مسائل الطلاق، يطلق في الليل ويشغل المشايخ في النهار يبي فتوى، يقدم الأعذار، والله فيني سكر، فيني قيلون، فيني ضغط، طيرت عقلي، خرجت عن طوري، في غضب. هذه الأعذار الستة ذي نسمعها من كل هؤلاء المطلقين. ولما جعل الله الطلاق بيد الرجل لأنه أعقل، ما هو لأنه أرفل، فلهذا الرجل يتحمل كلمة طلاقه لأن الله جعل العصمة بيده. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ولو تعذر بما تعذر، فإن ربي يعلم قصده وعمله، لا تخفى عليه منه خافية، وملائكة الله جل وعلا أعلمهم بقصود العباد كما أعلمهم بأعمالهم وأقوالهم. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا لملائكته أي الكتبة: إذا هم عبدي بالحسنة، ما الهم؟ عزم في القلب، فاكتبوها له حسنة، فإذا عملها فاكتبوها له عشراء، يعني ضاعفوها. وإذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها له، فإن عملها فاكتبوها له سيئة، فإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي. شاهده أن الله أطلع الملائكة على مقاصد المكلفين وعلى نياتهم. نسأل الله عفوه ولطفه وعافيته. نعم. لا تحرك به لسانك لتعجل به. نعم، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. لا تحرك به أي بالقرآن حال إنزاله عليك لسانك لتعجل به. جاء في سبب نزولها ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن حرك لسانه وشفتيه يتعجل لئلا يفوته شيء من القرآن، يخشى أن يفوته شيء فلا يحفظه. فبشره ربي وطمنه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لتعجل تعاجل جبريل في قراءة ما يلقيه عليك. إن علينا جمعه وقرآنه، نجمعه في قلبك وفي صدرك، وقرآنه أي حفظه لك تحفظه، ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه فإذا قرأناه فاتبع قرآن. نعم، لا تحرك به لسانك، اقرأ. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه أنزلناه عليك، قرأناه أي أنزلناه عليك، وقرآنا قرأناه على الناس أي أنزلناه على الناس لتقرأه على مكث. فهذا من تنزيل الله عز وجل. فإذا قرأناه أي أنزلناه وألقيناه عليك، فاتبع أي فاستمع وأنصت، اتبع قرآنه، استمع له وأنصت، لا تكثر حركة لسانك وشفتيك تخشى أن يفوتك. وهذا من لطف الله بنبيه عليه الصلاة والسلام، فامتثل أمر الله لم يتمحل،
لأنه أطوع العباد وأتقاهم وأخشاهم لله. فكان إذا قرأ عليه جبريل القرآن لم يفت نبينا صلى الله عليه وسلم منه شيء، فإذا قرأناه نعم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نعم، على الله جل وعلا بيانه في حفظك له وقراءته على الناس وإعلامهم به، وبيانه أيضا في حفظ الله له، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وحفظ الله له نوعان: حفظ في تنزيله، وحفظ ثاني في تأويله. ففي تنزيله لا يزاد في القرآن، لا يزاد فيه حرف واحد ولا ينقص منه حرف واحد، هذا حفظ الله له في تنزيله. النوع الثاني حفظ له، حفظ الله له في تأويله، أي في معانيه وفي أحكامه وفي ما فيه من الخير والشر والبيان. قيض الله عز وجل لكلامه علماء ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، حفظ الله عز وجل كلامه بهم في تنزيله وفي تأويله، وهم أئمة الإسلام وسدات هذه الشريعة ونقلة الوحي، بدءا من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من التابعين إلى أن يأذن الله عز وجل بانقضاء الدنيا ورفع القرآن وقبض أهل الإيمان، وذلك قرب قيام الساعة. ولهذا تكفل ثم إن علينا بيانه. الكتب التي قبلنا أوكل الله حفظها إلى أهليها: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أوكل الله حفظها لهم، فلم يقوموا بهذه الأمانة، غيروا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ما هو كلهم، لكن منهم، فنال الوعيد من فعل ومن رضي، بخلاف من أنكر. نعم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا، هذا للإضراب. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. عاصم قرأ عنه قارئان، من هو حفص والثاني منه شعبة، جاء عن عاصم قراءة وهي من القراءات السبعية: كلا بل تحبون، الخطاب لمن؟ للمخاطبين: أنتم تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجاء في قراءة أخرى: كلا بل يحبون، خطاب لغير المخاطبين، حكاية واقع حالهم ومآلهم. كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. ما العاجلة؟ الدنيا، همهم فيها الذكر والمدح أو ترك الملامة والذم، همهم مكاسبها، همهم مناصبها، همهم زينتها، وهي العاجلة. ومن كانت العاجلة همه أعطاه الله ما أراد منها، ولا ينال من الله في الآجلة شيئا. ولما أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أي حلف على أن لا يدخل على نسائه شهرا، ليه؟ ما السبب؟ طالبناه بزيادة النفقة، وما أكثره عند النساء: أنت بخيل، ما شفنا منك خير، ما تعطينا، لو دولابه ضايد من الملابس أنت ما أعطيته. طالبناه بزيادة النفقة فغضب عليهن وآل ألا يدخل عليهن شهرا. شاع بين الناس أنه طلق نساءه عليه الصلاة والسلام، فجاء عمر فزعا فدخل على ابنته حفصة أم المؤمنين
رضي الله عنهما قال أطلقكن رسول الله؟ فقالت لا أدري. فخرج وإذا رسول الله بالمشربة. وش المشربة؟ مكان شمال الحجرات، عريشه من جريد النخل، والنبي صلى الله عليه وسلم على سرير من ليف. فقال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. فكبر عمر الله أكبر، ما راح يصفز ولا يصفر، لا خوفا على بنته ولكن مراعاة لشعور نبيه صلى الله عليه وسلم. فجلس عند رسول الله فرأى أثر الليف مؤثرا في جنبه، فقال يا رسول الله أنت في هذه الحال، وكسرى وقيصر فيما هم فيه من المآثر والمياثر. المياثر الفرش الناعمة من حرير وغيره. قال أفي شك يا ابن الخطاب؟ إنها لهم الدنيا ولنا الآخرة، وهذه كافية في أن تأخذ بقلبك أيها المؤمن أخلا. كلا بل تحبون العاجلة، وإذا أحبب الإنسان الدنيا غفل عن الآخرة، فهما ضرتان لا يجتمع حبهما في قلب عبد إلا ويغلب أحدهما الآخر. فإذا غلبت الدنيا فيا خسارتك، وإذا غلب حب الآخرة فيا ربحك ويا عزك. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، تهملونها تتركونها، لا تعملون لها، لا تسعون لها في الفكاك. والآخرة هي الدار الكاملة، دار الحيوان، حياة فيها كاملة، النعيم والعذاب على البدن والروح جميعا. أما دار الدنيا فالعذاب والنعيم على البدن، ويلحق الروح، يلمس الروح من ذلك نصيبه. والبرزخ العذاب والنعيم على الروح، ويلحق البدن من ذلك نصيبه. وأكمل الدور، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قال عجلت لهم حسناتهم في الدنيا. ومن تأمل في واقعنا وفي أنفسنا ما نحن عن هؤلاء ببعيد. أشغلتنا هذه الدنيا، عافسنا أهلينا وأولادنا، استجمعناها في قلوبنا، همنا المنصب والمال والذتر والمركب والمطعم، حتى أصبنا بالبطر والطغى إلا من رحم الله. ومرنا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل الله عز وجل فقره بين عينيه، جعل فقره بين عينيه، يخاف يروح اللي عنده، اللي جمعه يخاف يروح، لأن هي همه. ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جعل الله عز وجل غناه في قلبه. هذه واحدة وهي القناعة. وأتته الدنيا وهي راغمة، غصب عليها، لأنك لابد تستوفي ما كتب لك. وأدخله الله الجنة، هذه الثالثة. إذا علمنا هذا وأيقنا به تستاهلها الدنيا، نستفرغ بها وسعنا وجهدنا، نشغل بها أنفسنا وقلوبنا وخواطرنا، ما تستاهل. لكن هذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، تعيش مع الناس في الدنيا في بدنك وقلبك ما هم معهم، قلبك في الثريا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أحب الله وكيف أحب الناس، قال عليه الصلاة والسلام في لفظه الجامع ازهد في الدنيا يحبك من؟ يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس.
يعني ما كذا نافستهم في دنياهم في مناصبهم في المدح والذكر في المال أبغضوك، فإذا زهدت في الدنيا أحبك الله. ما الزهد وما الورع؟ تنوعت كلماتهم رحمهم الله في هذا الزهد والورع، لأنها رتبة عالية سعوا إليها وطلبوها وحصل منهم من حصلها. خلاصة ما يقال فيه أن الزهد ترك ما يضر في الآخرة، هذا الزهد. أي شيء تسويه ناظر هو ينفع ولا يضرك في الآخرة، فإن كان يضر وتركته هذا الزهد. والورع أخص منه، وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة من فضول الكلام، فضول النفقات، الشحناء، هذا هو الورع. والناس اليوم يكلون المدح بالكيل كما يكيلون الذم بالكيل. مات العالم الزاهد الورع، وش أدريكم؟ لماذا؟ لأنه يبتغي بهذا المدح في كيله أن يعوض نقصا عنده أو يغالب غيره. إذن النية كلها ردية. ولهذا يا أخواني، الناس في غيرك ما هو بحاجة إلى مدحك، يحتاجون إلى دعائك إن كنت تريد أن تنفعه. سمة أهل الزمان: امدحني وامدحك، في الغيبة وفي الحضر في الشهود، امدحني وامدحك. حتى إذا لم تمدح استغربوها منك، وراه في شيء، في خاطره شيء، لأنك ما ماشيتهم على سلومهم التي عالفوها واعتادوها وظنوها أنها من العقل ومن المراجل ومن الدين، وكلها مناطب هاللسان، واللسان معلقه بالقلب والجنان. نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله أكبر. لما ذكر الدنيا وشأنها والآخرة وعظيم قدرها عند كل أهل الدنيا وأهل الآخرة، جاء بهذا الوعد الكريم، فقال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، من النضرة. ما النضرة؟ جمال تام ونور وبهاء، كما قال جل وعلا في المطففين في آخرها: تعرف في وجوههم إيش؟ نظرة النعيم، أي جمال النعيم ارتد على وجوههم. واحد منكم لا شبع، ظهر الشبع على محياه، ولا لا يا أخواني؟ إلى استراح في خاطره وسكنت نفسه وقل همه انعكس ذلك على وجهه، فكيف بهذا النعيم العظيم يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة، أي كاملة في حسنها وبهائها ونظرتها. ليه؟ ما السبب؟ إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، بالضاء أخت الطاء، وناظرة الأولى بالضاء أخت الصاد، أي تنظر إلى وجه ربها. وهذه الآية في سورة القيامة في 5 آيات جاءت في إثبات رؤية الله في الآخرة، هذه أصرحها. لما أضاف الله النظر إلى الوجوه التي فيها مقل العيون، هذه واحدة. ثانيا، عد النظر بإلى الذي لا يحتمل في اللغة إلا المعاينة والمشاهدة بالبصر. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعى، أي عاينوه إذا طابت الثمار. ثالثا، أخذ الآية عن قرينة صارفة لهذا النظر عن معناه. ثم يأتي عامة المعطلة يقولون: ليس معناها أنها تنظر إلى الله، إنما تنتظر ثواب الله، تأويلا وتحريفا لكلام الله عن مواضعه لئلا يثبت أن الله يرى. وجدير بمن أنكر رؤية الله أن يحرمها جزاء وفاقا. يقول أخونا: ما الآيات الأربع الدالة أيضا على رؤية الله؟
في سورة يونس، يقول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الزيادة؟ جاءت في آيات سورة نون في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسر الزيادة نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح من حديث صهيب رضي الله عنه، وفيه الزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. الموضع الثالث والرابع كلاهما في سورة المطففين، قال الله جل وعلا في أولها: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وين الدليل على رؤية الله؟ لما حجب هؤلاء سخطا عليهم ومقتا لهم، دل على أن أولياء الله يرونه في حال الرضا والكرامة لهم. وقد جاءت إلى الإمام الشافعي وهو في مصر رقعة من صعيد مصر، ورقة، يسألونه عن هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال رحمه الله قولا عليه مشكاة النبوة، قال: لما حجب أعداؤه في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وجاء نحوه أيضا عن الإمام مالك بن أنس. ثم يأتي من يقلدهم: حنا شوافع، حنا شافعية، حنا مالكية، ويحرفون رؤية الله، كما يقوله عامة المتكلمين الأشاعرة: يرى لا في جهة. وكما قالت المعطلة: أن الله لا يرى. وهذه من البلايا، أن تنتسب إلى عالم وتخالفه في عقيدته وطريقته. الموضع الثاني لما ذكر الله الأبرار أهل عليين، وش قال جل وعلا؟ على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ما الأرائك؟ كراسي وأسرة وكنبات في الجنة، لكن ما هي من حق الدنيا. ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي لذته وكماله وبهاءه. تواترت فيه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن 34 من الصحابة في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة. فمنها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 14 والقمر بدرا، والقمر بدرا، فنظر إلى القمر ثم التفت إلينا قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون. ما يتضام، يتضايق بعضكم مع بعض في الرؤية. في رواية: لا تضامون، لا تضامون، لا تضم بعضكم بعضا، لا تضامون، لا يلحقكم ضيم، الأول يشوفون أحسن من التالين. في الرواية الثالثة: لا تضارون، لا يلحقكم برؤية الله ضرر، لا تضامون في رؤيته كما ترون الشمس في رابعة النهار ليس دونها حجاب، وكما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. قال جرير: فإن استطعتم ألا تغلبوا على، قال عليه الصلاة والسلام في حديث جرير: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل الفجر، كذا، قبل طلوع الشمس، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي الفجر، وقبل غروبها وهي العصر، فافعلوا. ففيه أن إثبات رؤية الله دين وعقيدة، وفيه أن رؤية الله إنما تكون لمن آمن بها وحققها، ما عنده ريبة ولا شك ولا رد لها. وفيه أن من أسبابها، بل أعظم أسبابها، الإيمان الذي به دخول الجنان. وفيه أيضا أن المحافظة على هاتين الصلاتين الفجر والعصر أنهما سبب لرؤية الله جل وعلا. ويا له من نعيم، عبد العابدون ربهم في الدنيا ولم يروه، لا لخفائه سبحانه، ولكن لعجزهم أن يطيقوا وأن يتحملوا رؤيته. فكان من جزائهم وإكرامهم أن يلتذوا برؤيته
جل وعلا في عرصات القيامة وفي جنانه. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن في الجنة ما لا عين رأت، فالله لم تره العيون في الدنيا ولن تراه في الدنيا لعجزها لا لخفائه سبحانه. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين: واعلموا، في رواية: وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي من أصناف النعيم والكرامة والتحلية من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد جاء في الأدلة تشبيه رؤية الله في الآخرة برؤيتكم الشمس في رابعة النهار والقمر ليلة البدر. لماذا شبهت الرؤية بالرؤية وليس التشبيه؟ انتبهوا، للمرء بالمرء، ليس تشبيه الله بالشمس والقمر حاشاه جل وعلا، لأنه ليس كمثله شيء. شبهت رؤيتنا لله تقريبا ووسيلة للإيمان برؤيتكم الشمس والقمر، لأن الشمس والقمر كلاهما واحد والراؤون لها كثيرون، هذه واحدة. الشمس والقمر يريان بوضوح وجلاء، وكذلك رؤية الله جل وعلا بوضوح وجلاء. الثالثة: الشمس والقمر يريان من علو لا من سفل، وكذلك ربي سيرى من علو، فإنه ينادي في أهل الجنة، تنادي ملائكته: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا جنته ويجرنا من النار؟ هذا منتهى آمالهم، لأن الله قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز الحقيقي، ما هو تفوز بسيارة آخر موديل، ولا تفوز بعمارة، ولا تفوز بزوجة، ولا تفوز بمنصب، ولا بدراهم. الفوز أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة، هذا الفوز. فيجتمعون فيأتيهم جل وعلا فيكشف الحجاب عن وجهه، يكشف الحجاب عن وجهه، فيطيقون بل ويتلذذون بالنظر إليه، فتكسو البهاء والجمال والنظرة وجوههم. فإذا رجعوا إلى أهليهم رجعوا بوجوه غير الوجوه التي أدبروا عنهم بها. من أهلوهم؟ الحور والخدم في قصورهم ومنازلهم في الجنان. ورؤية الله للجميع، لجميع أهل الجنة رجالا ونساء. نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا إياها بذنوبنا، ويتفضل علينا بها بمنه وكرمه علينا، فإن الله جل وعلا هو ذو الإحسان وهو الكريم وهو المنان جل وعلا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. آمين. نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نستجير بك ونستعيد بك أن نكون من المحجوبين عنك. اللهم أنزلنا فردوسك الأعلى من الجنة، نسألك ذلك بوجهك الكريم وباسمك الأعظم، وأحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا ولولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه وتعالى أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله.
ذكرونا إن شاء الله الدرس القادم في التفسير نبدأ بمقامات الرؤية، اكتبها يا نايف وأنت يا ابن سويد وأنت يا أبان مي. مقامات الرؤية الستة، هذا من شريف المباحث ومنيفها. الله المستعان. نعم. يعني هؤلاء المسرفون على أنفسهم من أهل الدنيا يحبون العاجلة، يحبون الدنيا، تنافسهم وبحثهم وطلبهم واجتهادهم فيها، ما حنا بعيدين، حنا فيها البوتقة، الله يخلصنا منها وينجينا منها بمنه وعفوه. سم. لا معارضة بين الحديث من كانت الدنيا همه وبين قول الله جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا. اجعل الدنيا وسيلة وطريق تحصل بها النعيم الأبدي والسرمدي في القيامة. وهذا جمعه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، في رواية بمنكبي، وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر فإذا انتظرت فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فتأخذ من الدنيا سببا في مضيك إلى الآخرة. كما فمثل النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الدنيا بماذا؟ بأنه كراكب مسافر نزل فاستظل في فيء شجرة، فلما قال وانتبه قام واصل سفره. هذه الدنيا، الله يكفينا شرها. نعم. سم. وإذا تليت عليهم آياته. نعم. بإيش؟ الخشوع والبكاء ما هو في دمع العين، وإنما أثره في القلب، يظهر أثر ذلك على دمعه وعلى صوته، أما يتكلفه في ظاهره وباطنه ما هو بلم هذا، لا، هذا خلاف، هذا نفاق. وقول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا حصر، أعظم ما يؤثر في قلوبهم توحيده جل وعلا وتعظيمه، فيأخذ منهم مأخذا. ولهذا إذا رأوا من وقع في الشرك لهجوا إلى الله بالثناء أن الله نجاهم منه وجعلهم من موحده، وهم في التوحيد على درجات بحسب ما قام ذلك في قلوبهم، والله أعلم. سم. التصوير، سواء التصوير بالآلات عموما، يعني اليوم جوال بكرة في شيء غير الجوال، قبل 20 سنة ما في جوال. التصوير بالآلات مناطه بالمصلحة، إن ترتب عليها مصلحة راجحة فنعم، وإلا فحكمه حكم عموم أدلة النهي عن التصوير. والتصوير بالتشكيل بالرسم حرام إلا للحاجة، كتصوير المجرمين ورسمهم من وصف الواصفين لهم. والتصوير بالنحت، والنحت اللي هو التماثيل والأصنام، هذا محرم لأنه ذريعة إلى تعظيمها، حتى لو لم تعظم تصويرها وتشكيلها ونحتها محرمة، والله أعلم. نعم. سم. إذا صلى إذا صلى إلى غير القبلة مجتهدا في أول الصلاة ثم نبه إلى خلافها يكمل صلاته،
وإذا صلى بغير اجتهاد ثم نبه إلى خلاف القبلة فيعيد الصلاة من جديد، يعيد صلاته من جديد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.